في بعض الناس بتيجي بكاميرا خاص بيطلع يصور الحفلات دي مخصوص عشان خاطر يصور رقاصة او يعمل مشاهدات على اليوتيوب. احنا ما بنرفعش حاجه من الفرح الا باذن صاحبها، صاحب الحفله هو اللي بيطلب مننا ارفع. بيطلب احيانا انك يقول لك ارفعها على اليوتيوب. تمام دي. حضرتك بيبقى اللي هو المتعاقد معنا هو اللي بيطلب الكلام ده. استاذ علي العرابي المحامي بالاستئناف العالي. استاذ علي اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل. استاذ محمد حميد عازف اورج. استاذ محمد اهلا بيك. حبيبي استاذ وائل اهلا بحضرتك. استاذ هشام لاشين الكاتب الصحفي والناقد السينمائي. استاذ هشام اهلا بيك. اهلا بيك. خلينا لو سالتك في البدايه ميادة، في يعني انا لسه بقول العائلات والاهالي في الحرب بيعملوا ده. لكن ايه اللي بيخلي الناس تقبل او انها يستهويها تحب يعني انها تعمل الفرح الشعبي بهذه الطريقه؟ اللي زاد فيها يعني خلينا اقول لك اكيد انت بتشوفي المشاهد يعني. تمام. ايه اللي بيخلي الناس تعمل ده؟ الناس دلوقتي حضرتك ممكن يعملوا فرح صغير كده، ما يجيبوش مطربات، ما فيش معازيم بتيجي خالص. والله العظيم زي ما قلت لحضرتك كده، يعني الفرح لو مش كده المعازيم مش ما بيجيش. ده معازيم عندهم قله نقص. عندهم نقص لو مثلا ده. انا قعدت حضرتك شويه ايام كنت بطلع عيني ايه يعني، هي جات لي كده كنت هقعد اصلا من الشغل، فبقيت طالعه بكم طويل او مش عارفه ايه، قعدت 14 شهر في البيت. يعني لما حبيت انك الملابس تبقى معتدله قعدتي في البيت. معتدله قعدوني في البيت، قالوا لي انت مش بتيجي عشان انت مش جايه تصلي حاجه، اتحجبتي بقوا يطلعوا يهونوني بالاسلوب ده. اهانه. فطبعا انا عايزه اكل عيش، عايزه اشتغل عشان انا معايا اولادي وعايزه اصرف عليهم. فانا لبست اللبس بردك اللي البنات بتلبسه في يعني مصر واسكندريه والحتت دي. بس دلوقتي ما كانتش الرقاصه بتطلع بس لبس يعني. انا مثلا ما يعني اللي انتم شفتوه ده يا جماعه ما فيش ولا مشهد من المشاهد الحقيقيه اللي تعبر عن مضمون الحلقه يعني، لانه ما ينفعش اللي انتم شفتوه ده. ممكن تقول وايه يعني اللي احنا شفناه ده؟ لا احنا ما ينفعش نعرض اي مشهد من هذه المشاهد نهائيا. وبالتالي هنا المشاهد صعبه يعني. انا زي ما قلت يا مكانها بوليس الاداب على طول من ناحيه اللي الناس اللي قاعده يعني في الارض واللي المعازيم والكلام ده كله. الاغاني بإيحاءاتها، اللبس ب مين اللي بيغني اغاني ابيحه؟ مين؟ لا كلكم. كل انت سمعتني يا جنديد اغاني ابيحه؟ في لكم فيديوهات كلكم فيها. انا لا سيبك من يعني حتى اللبس والاغاني كلها فيها اسقاطات. مش يعني ما هو خلينا بقى ما لا حضرتك ممكن بس ما هو مش هو بيعمل اسقاطات. انت عارفه رايحه فين من ناحيه ايه بردك؟ فهمني حضرتك. ما هو مش هينفع اقولها، مش هينفع افهمك يعني. لا ازاي؟ لانك انت الشريك اللي معاها هو دايما هو اللي بيعمل بيوحي، بتبقى هي يعني مزدوجه مع بعضها، بيبقى على المسرح بتبقى مجرد ايحاءات بتبقى معروفه انها ايحاءات جنسيه طبعا، بتعلم اولادنا طبعا عادات وتقاليد مش كويسه. مين حضرتك؟ مني انا؟ لا هو انت بتبقي انت شريكه مع بيسموه بقى شاويش المسرح. ماليش فيه. اللي شغال بقى ايه ماسك المايك كده وحطه في اماكن معينه ومش عارف ايه الكلام ده. لا احنا احنا ولا في الافراح اللي هي الثانيه دي مشكله. ده ارتستات تانية حضرتك. دي عندنا دي مشكله. هم اللي بيتهاونوا. لكن هو في الناس اللي انت حضرتك بتقولي ان ما فيش معازيم بتيجي، لا ده بالعكس. فين ده حضرتك؟ الناس العائلات المحترمه جدا بتروح القاعات المحترمه وبتروح افراح فيها دي جي بس. تمام. دي جي بس. تمام. والعريس والعروسه باحترام. بس بنتكلم عن فرح الشعب. الفرح الشعبي ده قمه اللي يعني ايه، مش عايزين نقول يعني ده قله ادب بس بتحصل. ده ما فيش احترام للمجتمع. بس الاكل عيش حضرتك، الفرح الشعبي حضرتك ده مش اكل عيش. مش كل واحد يعمل حاجه غلط يقول اكل عيش. ازاي؟ ما ينفعش يعني انا اروح اعمل وظيفه اي كلام واقول اكل عيش مش لاقي ايه الوظيفه اللي هي ايه كلام؟ احنا عندنا احنا مجتمعنا بكل اديانه اديان سواء مسلمين او اقباط لن يقبلوا ولم يقبلوا اي حاجه مثيره للايحاءات الجنسيه في المجتمع بتاعنا. وايه اللي احنا دينيا او غيره لازم نحافظ على عادتنا. بس مياده دي واحده يا جماعه اتفضل. بتقولي اكل عيش. ما هو كلمه في منتهى الخطوره. ما هو كمان ما تاجر المخدرات بياكل عيش. لا بس مش تاجر المخدرات حضرتك. بياكل عيش
انت بتوجه الكلام ده ليا ولا لمين بالظبط؟ انا بقول عامه اللي احنا جايين نتكلم عليه. اللي احنا جايين نتكلم عليه انا بتكلم عن نفسي. الفرح. انا بتكلم عن نفسي. لا انا بتكلم بخش الفرح. على غايره الفرح بيبقى في شريك للمطربه اللي موجوده او الراقصه اللي موجوده، هي مش راقصه، هي مش لاقيه شغلانه. حضرتك رقصه بالذات بقى في الارياف عندنا، او هي مش لاقيه شغلانه فبتدور على اكل عيش، فبتقعد تلبس عريان وتشتغل. ده عشان مش ايه كلهم كده حضرتك؟ مش كله. مش كله الاصوات، ما في مهن حره محترمه. طيب تاني حاجه، لما تربطي ان المعازيم ما بيجوش الا انت بتتكلم حضرتك على واحد على منظر الافراح، ومش كل الافراح بقى. انت بتقول ايه اللي خلى الافراح كده؟ ايه اللي الناس عملت خلتها تعمل كده؟ الناس هتفرح، هم بطريقتهم بعائلتهم شايفين هو ده الفرح بالنسبه لهم. احنا مش هنخش اقول للناس حضرتك، ما هو الناس يمكن ان تفرح بخلع ملابسها في مش الشارع. هرتب انا حضرتك، انا داخله فرح مش هرتب للناس، مش هرتب هيعملوا لي ايه؟ بيبقى باين، بيبقى باين على فكره. طريقه الفرح باينه. امشي؟ لا لا لا، انت طريقه الفرح باينه. لا يعني انا في الفرح كده امشي يا زوائل؟ اه تمشي، ده لان الفرح لا، في ناس بتعتذر، في ناس بتعتذر. ثلاث شهور انا ما اشتغلتش بسبب ان انا لبسي كويس. يبقى انت محترمه تجازي عند ربنا سبحانه وتعالى. بص، عشان لبسي كويس انا بقى لا، ولازم لازم اعري نفسي عشان اشتغل. ما ينفعش، انا بقى لي ثلاث شهور فعلا ما اشتغلتش ومكسور عليا. دي واحده عايز اسمعك. يعني المطلوب انك انت لازم تبقي، يعني انت بتقولي بقالك 3 شهور ما اشتغلتيش. أيوة، طب ما قبل 3 شهور كنت بتشتغل. أيوة. يا جماعه، ما انتوا كمان عند في لا بتشتغلوا في هذا الجو، يعني يعني نفس هذا الجو باسقاطاته بالكلمات. احنا بنشتغل، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ اخش انا احيانا بطلع حضرتك بخش فرح شيك قوي في قاعه كويسه قوي وناس كلاس قوي، بغني وبخلص اوردري. النمره الثانيه بروح الاقي ناس على الارض، اقول لهم لا يا افراح الشوارع دي مشكله. الاقي فرح في الشارع ده بدايته، صاحبه بدايته. ده بص يا استاذ وائل، اللي صاحب الفرح ده من البدايه خالص بيوجب ازاي؟ بيوجب الناس مع الناس ازاي؟ بينا مخدرات في الاول كده والله. استني بس، استني بس، ترابيزات مفتوحه وبيوجب ايه؟ منور يا معلم يا باشا، منور يا باشا. ما انتوا جزء من شويه بانجو وشويه مخدرات قدامه، انت فاهم؟ انتوا جزء من الطقوس دي. ايوه طبعا. انت بقى اخر الليل، بص اخر السهره بقى الناس سكرانه وناس كذا، كلنا بنقعد. طيب ازوائل، عايز اقول ايه قبل ما اسال حضرتك؟ وجود الجمهور، احنا كتبناه في فيديو، بنلاحظ ده. وجود جمهور او تزايد جمهور بيبقى في الفرح اللي فيه مطربه ورقاصه. مفيش مطربه ورقاصه في الفرح. أيوة، مطربين أيوة. نفسهم بس. ما هو ما انا لسه بقول لك جدا. لسه بقول لك الافراح الشعبيه طول عمرها ما كان فيه رقاصه، لكن في الفرح الشعبي اللي بيحصل دلوقتي لا، ده خارج جدا. انت شايف الرقص الشرقي بالمايوهات وبالملابس الداخليه؟ حضرتك مش رقص شرقي، حضرتك دلوقتي حاليا كباريه نقلته في الشارع فقط لا غير. انت بتصور بتاكل عيش من كده. حضرتك انا بتعاقد مع الزبون، ممكن ابقى عنده دي جي وممكن يبقى عنده فرقه برقصات وبدون رقصات، دي شغلانتي حضرتك بصور فيها نهايه الفرح. طيب بتعتقد ليه الناس بتحب ده وانت بتصور؟ يعني ليه الناس حابه حضرتك؟ تعمل معظم الناس او معظم الجمهور اللي بيحضر في الافراح 90% منهم بيبقى جاي عشان خاطر ان في رقاصه، جاي هيشرب السيجارتين بتوعه يعيش لحظته وبيقعد اخر الليله. ممكن استاذنك؟ اتفضل حضرتك. انا هقول لك ان ساعات بيحصل ان لما مثلا فرح مسمع قوي يا استاذ وائل، فرح مسمع في المنطقه على اساس ان جاي فيه مثلا عازف اورج وفرقه محبوبه او مشهوره او معروفه، او عازف الاورج اللي هو صاحب الليله دي كلها معروف مشهور محبوب الناس بتحبه، بتلاقي الفرح ملان مدروس ناس. عازف يا عم هيقول لك ايه الجنازه اللي انت عاملها لنا دي؟ لا دي موجود حاليا اسوائل، موجود حاليا. لا لا انا 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 عايش. هيقول لك يا بيطلع على الاوبرا انت جاي هنا في اسوائل. انا عايش ده. انا شفت حاجات على الفيديو، الناس بتقول للفظ للي بتوع عشان يحمسوها. يعني هو احنا ايه؟ احنا قاعدين في الاوبرا، احنا قاعدين في ال أيوة يعني اللي هو يعني. بس ده مش دايما. اللي يكبر يروح الفرح بسطيها شويه. يكبر مين حضرتك؟ المطرب؟ ايه اللي يكبر؟ لا المطرب ايه؟ انا بقول على بالنسبه لل حضرتك في بعض اللي هو رايح الفرح نفسه والزبون اللي رايح. كلنا بنتكلم يا جماعه. ايه اللي يكبره ان هو يروح الفرح؟ ايه اللي يكبره يروح الفرح وهو مثلا فرح محترم ومش عارف ايه؟ انا مش هروح على فرح فيه ايحاءات وفيه كلام من ده. ايه اللي حسب الثقافه بتاعت الشعب؟ خلي بالك الافراح المحترمه، احنا في بيئه وفي مجتمع لازم نحترمه، لازم نحترم عاداته وتقاليده. لازم ابقى انا مش انت شغاله. بس انا هقول لك، انا هقول لك انا ضد ان انت تشتغلي شغلانه. لا مفيش مشكله. طب مش الناس مش عائلات هي اللي بتعمل ده؟ العائلات المحترمه، العائلات المحترمه حضرتك. اهل العريس والعروسه بيجيبوا الناس. مش هقدر اهين الناس، انا هناقشهم. مش هينفع اقول انهم، انما في ما هو ده منتشر. لا انا بتكلم على افراح الشوارع بالذات يا وائل. بيض افراح الشوارع بيحصل فيها جرائم قتل اخر السهره، بيحصل فيها جرائم سرقه اخر السهره، ما بيروحهاش الا الناس المسجلين
والناس اللي هم الشباب تبص على الراجل ده بيصور فيديو يبصوا في الاخر بقى نهايه الجمهور صفصف على ايه؟ صفصف أيوة على المسجلين وخاطر هم بيشتغلوا عارفين الكلام ده. ضوء مستني بقى الرقصه يا طارق. اسمعهم بقى دقيقه واحده يا باشا نصور بس راشد. لا اكيد انت دخلتي انت جزء من افراح. انت بتقول انا يعني بس بتدخلي تلاقيه كده الفرح. ايوه طبعا. بتعملي أيوة. ايه؟ بعمل ايه؟ انا بشوف شغلي. انا بشتغل وبخلص شغلي وبمشي. وبعدين على فكره انا مش اغلبيه شغلي مش بلبس بدل. انا ممكن اطلع بطاقه بادي وبنطلون الافراح. يجروا عن اغلبيه الافراح كده. انت عايز ذات نفس صح. لا لو سمحتوا مش هينفع حوارات جانبيه يا جماعه ده هي بتتكلم. تمام اتفضلي. ماشي اتفضل. يعني لا بس بتلبسوا اللبس. ايوه ماشي اوكي. انا بلبس عادي بدل عاديه جدا. بدل الشرقي العاديه جدا. البدل اللي هي المفروض اللي هي تبقى افراح الشارع. انما في غيري بيلبس. انا دي حريه بقى. دي حاجه ترجع لهم. انا بتكلم عن نفسي. انا بتكلم. وساعات افراح انا بحضرها ببنطلون وبادي. يعني مش في كل الافراح. ليه؟ عشان انا ده اكل عيش. لا يعني بس خلينا نكون واضحين يا جماعه. انت مش هتدخلي في الجو ده. ما هي بتقول بشوف بيقول لك بتهكموا عليها ويقول لها انت ايوه في بيطلبوا مني هي بحجاب انت ايوه دي حقيقه توبي وبتاع. ما انا قعدت 3 شهور بسبب كده. انا قعدت 3 شهور بسبب اللي انا لبسي مش اللي هو اللبس اللي هم بيلبسوه. انا قعدت 3 شهور ما حدش راضي يشغلني. استاذ هشام تعتقد يعني ليه طفت على السطح هذه الظاهرة؟ الفرح الشعبي كان موجودة وكان له سقف وحدود يعني. وكان في راقصة أيضا والناس بتغني. لكن يعني ما كانش في هذا الكم الكبير من الابتزال. إيه اللي وصل لكده؟ الحقيقة إحنا قدام ما يشبه حالة من حالات الانفلات الاجتماعي في الشارع المصري. مش بس الأفراح. الأفراح جزء من هذا الانفلات اللي موجود في الشارع على مستويات عديدة. حضرتك تعلم انه مثلا كان من الصعب انك تلاقي